متابعي خبر المغرب، مرحبا بكم في اولى حلقات برنامجكم الجديد اصوات رياضيه، اللي غيستضيف مجموعه من الرياضيين من مختلف الرياضات اللي غيحكيو لنا حكاياتهم وغينقلوا لنا تجاربهم. وفي اولى الحلقات معنا لاعبه كره قدم حليمه فخار. مرحبا حليمه، شكرا على قبول الدعوه ديالنا. كنشكرك اسماعيل على الاستضافه ديالك ليلي في برنامج ديالكم اصوات رياضيه، وكنتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ونحن كذلك سعداء بالتواجد ديالك اليوم معنا. تقدر تعرف براسك اكثر للجمهور الكريم؟ اسم حليمه فخار، سن 21 سنه، طالبه بجامعه عبد الملك السعدي، لاعبه سابقه في فريق كره القدم المصريه اتحاد طنجة. قبل ما نغوصوا في قصتك مع اتحاد طنجة والتجارب ديالك فيما يخص يعني الكره النسويه، عاودنا شويه على البدايات ديالك، يعني كيفاش كانت بدايتك في هذا العالم الكروي، خاصه ان الناس ما في المغرب ديالنا ما كاينش بزاف اللاعبات. هي البدايه الصراحه ما كانتش الفكره انني يعني مره ما عنديش في بالي ديال كره القدم او انني نمارس هذه الهوايه. هذه صراحه كان واحد الدعم، كان واحد الشجاع كبير من الاسره ديالي، كيف ما قلت لك انهم كيمارسوا كره القدم حتى هما وعندهم واحد الشغف ليلى وكيبغيوها، زادوا حببوني فيها وما جبرتش المشكل، يعني عطوني الموافقه كاملين انني نخرط مع شي نادي نسوي. ولكن الاصدقاء وديك الشيء يعني كانوا كينتقدوني شويه، يعني البنت ماشي ديال كره القدم، البنت تعمل كوافور تعمل موديل شي حاجه، يعني الكره شويه ناقصه. وعاد يعني ديك الساعه كانوا فرق قلال في طنجه، كنهضر على طنجه ماشي على الداخل تبارك الله راه كاينين فرق بزاف، ولكن تقبلت. واش ديك الكلام كان ايجابيات كان كياثر عليا صراحه الله، ديك الكلام على انه البنت ماشي الكره وغاده في الشارع مثلا الساك ولابسه التوني ديالي والهضره، يعني الناس كيسيبوا لك الهضره. التنمر كان كياثر على النفسيه ديالك؟ كان كياثر عليا، ولكن حاولت نتغلب على هذا الشيء كامل بداك الشغف ديالي كره القدم، ما خليت داك الشيء ياثر عليا، صافي من بعد عادي ولفت. هي صراحه ما كانتش الفكره في بالي مره، وما كنتش كنشوف راسي انني في واحد الوقت غنكون كنمارس كره القدم. صافي في المدرسه كنمشي وانت عارف يعني كتجي واحد الساعه ولا جوج ساعات ديال التربيه البدنيه، كنشوف انني كنميل اكثر لكره القدم، يعني الشباب كيمشيو للكره، البنات كيمشيو لكره السله، انا كره السله صافي كنهرب منها وكنمشي نتبع كره القدم. صافي الاستاذ ديالي شافني قال لي علاش ما تمشيشي وتنخرط مع شي نادي ديال الكره وداك الشيء، قلت له بلا انا ما عارفاش بلي كاين نادي نسوي ديال كره القدم في طنجه، قال لي راه كاين غير سول وداك الشيء. صافي مع العلم انه الاب ديالي كان كيمارس كره القدم مع نادي القنيطري، الاخوات ديالي حتى هما، يعني كبرت في واحد البيئه هذيك يقولوا ابا عن جد. صافي كنشوف هما كيلعبوا كره حتى انا، زادوا حببوني في الكره. صافي من بعد مشيت وسقسيت على الفرق النسويه اللي كاينين في طنجه، كانوا جوج بوغاز طنجه وداد طنجه، مشيت للملعب فين كيدربوا في فريق وداد طنجه وتواصلت مع الرئيس ديالهم، قلت زعما واش كاين شي امكانيه انني نجي شي نهار ونقوم معكم بالتدريب ديالكم، قال لي اه مرحبا ورحب بيا، قال لي مرحبا بك وديك الشيء. صافي مع انه كانوا البنات قلالين حتى هو عندي، يعني ماشي ما كانش شي كثره، كان هذاك العام الاول اللي يبدا وداد طنجه تما بدا الحب والشغف. صافي شفت انني عندي واحد الميول كبير بزاف لكرة القدم، يعني كنبغيها بزاف، خصني نلعب كره ما كرهتش يوميا. صافي ديك الساعه تسجلت معاه وبالوراق ديالي وديك الشيء، بديت كندرب حتى هو شاف فيا انني عندي ديك الموهبه ديال الكره. صافي من بعد شويه بشويه الانسان مع التدريب كيزيد، يعني ماشي بحال الاول كيزيد التكنيك وديك الشيء ديال كره القدم. صافي من تما بدات الانطلاقه. شنو ما الصعوبات اللي جبرتي، يعني المشاكل اللي جبرتي في البدايات ديالك، اللي يعني بما انك كنتي في وداد طنجه تما عملتي واحد الباساج لاتحاد طنجه، يعني شنو ما الصعوبات اللي جبرتي في الوداد في التجربه الاولى؟ دابا في الحديث على تجربه وداد طنجه، كان واحد النقص، يعني ما كانش واحد التشجيع وما كانش واحد الاهتمام بالبنات ديال الفريق، يعني كيعاملوهم بواحد العشوائيه مقارنة مع الشباب، يعني كيتعاملوا معاهم بزاف من ناحية ديال الملعب، من ناحية ديال الفيستير، الأكل والشرب، يعني مي كيديبلاسي وترونسبور ديالهم، يعني داكشي ديالهم كامل كيمشيو أليزا. البنات لا، يعني داكشي عشوائي كيتعاملوا معاهم بحال يعني بحال نقول لك لعبة ديال الشطرنج، يعني كيستغلوهم باش هما يربحوا على الاضطهاد ديال البنات. نجيك نيشان هي هادي، يعني ديك الفريق ثلاث سنين حنا كنحاولوا نطلعوا من القسم الوطني الثاني، ثلاث سنين وحنا في القسم الوطني الاول، يلاه كنوصلوا للفينال كتوقع شي حاجه ما كنطلعوش، بالرغم انه كنكونوا حنايا يعني رابحين، كنوصلوا مثلا
كنوصلوا مثلا نص ميديو صافي كيتقلب كلشي. كانت تقول خاصي 3 سنين حنايا شتي هادشي فيه ترافيك بزاف تلاعبات. برافو. يعني البنات بدات كتوعى وبدينا كنسقسيو وكنعرفوا انه علاش السبب. حنايا ملي كنوصلوا للنهائي كنتقصاو النهائي صافي كنبقى صافي. من بعد عرفنا انه كاين واحد النوع من التخرويد ما بين رؤساء ومدربين كيف ما سبق لي حكيت في راديو طنجة على هاد المشاكل هادو. وكان معايا حتى الرئيس ديال الفريق ويعني هو اللي قال لي هضر على المشاكل على حسب يمكن عنده مشكل مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ما كانش واحد الدعم حتى هما كيتلقاوه من الجامعة. كنظن انه كان هذا هو السبب الرئيسي باش داك الفريق ما تقدمش وما زادش، مع العلم انه كان من احسن فرق اللي في الشمال ولاد طنجة. هو صراحة كان حلم انني نلتحق فريق فتيات اتحاد طنجة، مع العلم انه كان اول سنة غادي يتأسس. غير سمعت ان فريق اتحاد طنجة عملوا فريق نسوي صافي كنقول يعني الحلم ديالي انني نكون معاهم في المجموعة. وداك الشيء اللي كان مع العلم اننا السنة الثالثة ديال في مع وداد طنجة باش ما كناش طلعنا القسم الوطني الثاني ما كانش الصعود هما اللي كانوا طلعوا فريق اتحاد طنجة. مشيت عند المدرب اقترحت عليه الفكرة انني نخالط معاه في الفريق وما كانش واحد رفض وتقبل، مع انه كانوا البنات يعني عنده حتى هما شويه ما كانوش بنات بزاف يعني كاين بلايص في انني نكون معاه. صراحة فرق كبير بزاف، مع العلم انه فريق يعني السنة الاولى ديالو تأسس فيها وطلع القسم الوطني الثاني بهاد السرعة هذه يعني كاين واحد الدعم معنوي ومادي بزاف. يعني جبرت فرق كبير يعني كتشوف يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كدعم بزاف الفرق النسوية وكتشجعهم يعني كتعطيهم واحد المنصب صراحة يعني اللي هو يدوز لكم عام ديال الالي وديال الروتور وديال البراج وديال كل شيء. يعني غادي فاش كتجي انت هنا كتشوف ان بنت مدينه كتاخذ واحد المنصب قليل وبنت الداخل عندها شهريه كانت تفاوتات في الاجور. يعني البنت عامله شهريه ساكنه واكله شاربه وانت هنا كيجي واحد النهار كتهضر على الترونسبور خصني فلوس ديال الترونسبور كتقبل بالرفض صافي صافي. المشاكل كيبداو هنايا يعني كتشوف وحده يلاه جات البارح عاملين لها واحد القيمه واحد الاهتمام هما يعني ماشي وما عندهم مصلحه فيها طبعا ماشي يعني حبا فيها مصلحه باش الفريق يزيد ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. حليمه من بعد ما سمعنا مجموعه ديال المضايقات اللي تعرضتي لها شنو هي الرساله اللي تبغي توصل لكل بنت تبغي تلعب الكره وتا هي تبغي تكون عضو في فريق في شي فريق في كره قدم في المغرب؟ الرسالة ديالي أخ اسماعيل اللي غادي نوجه هي أنني أول حاجة كنشجع أي بنت كتمارس كرة القدم أو كرة السلة أو التنس أو لا أي موهبة كيف ما كان النوع ديالها. يعني كنقول لك ما تخليش ديك الآراء السلبية من ناحية ديال المجتمع ولا البيئة عامة تأثر عليك ولو 1%. يعني حاول تغلب على داك الشيء اللي باغي نتينا، حاول توصل للهدف ديالك خطوة بخطوة غادي توصل. وما تسمعش في بالك وما تسمعش ديك الكلمة انك متعك في الكوزينه حيت البنت ماشي متعاغي في الكوزينه. وكنقول لها يعني واخا تعرض المضايقات ما تخليهمش يكونوا سبب في الاستسلام ديالها وما تخليهمش يكونوا نقطه ضعف بل نقطه قوه وانا متاكده غتوصل ان شاء الله. شكرا. شكرا حليمه على الصراحه ديالك وكنشكروك وكنتمنى ان الرساله ديالك تكون وصلت للمتابعين وان شاء الله نضرب لكم موعدا في الحلقه القادمه من برنامجكم اصوات رياضيه. كنتم مع اسماعيل بن حدو.